بس أكون كبير، بس تكون تحت التخت جاي قذيفة على الدار، بروح أساعدها، بجي أساعدها. بنت حتتاخد نروح على القبو، على القبو كنا نخاف تيجي القذائف ورا الجامع. نزحت فيهم لأنه الوضع تعب، ما عاد قدرنا نتحمله. بعد ما فقدوا ابوهم يعني عم برجع نفسيتهم بالاول، وعم يعني باول عم بيزبطوا. اول ما بلشت الاحداث ما اكتشفنا هالشيء نحن بابني، بس اكتشفنا انه صار في تبويل بول على حاله يعني الولد، مع انه اولادي بالمره يعني بعد السنتين نهائيا ما بصير عندهم اي شيء من هالاعراض هاي. كل ما يصير عندنا قصف، كل ما يصير عندنا رعب، احس الولد عم ينتكس، برموشه صاروا يهروا، حواجبه صاروا يهروا. ما عاد قدرت اتحمل الوضع ابني. بعت اولادي لانهم بحاجه انهم لمشوار يكون ترفيهي، برنامج ترفيهي يعني ينسوا الوضع اللي كانوا عايشين فيه، لحتى يسترجعوا الايام الماضيه اللي كانوا عايشينها، يعني ينسوا الخوف، ينسوا الرعب، ينسوا الظلم، ينسوا كل شيء شافوه بحياتهم. We cater for children from the age of 5 till the age of 16. And this is in two settings, child-friendly spaces and youth-friendly spaces. ما ضمننا بيتنا تدمر، والبلد اللي نحن عايشين فيها صارت على الأرض دمار، ما فيها شيء يعني نرجع عليه. تغيرنا هنا، فرحنا وكيفنا، هناك عايشين كلنا من قلة الموت. عمري 13، جاي من درعا، حاس حالي أحسن وكثير انبسطت هون. أكثر إشي حسيته حلو هنا إنه أنا هلأ معي رفقاتي، وأسوأ إشي إنه هلأ قرايبيني غادي بسوريا. In terms of results, we're seeing a happier child. That is extremely tangible. And that takes time, but it is achievable. And that's the beginning, that's the first step towards healing. Psychosocial interventions take time, but the results are amazing. Child protection is key for a better tomorrow. أستكبر أصير دكتور.